مرحبا بك في موقع المشهد التونسي. معايا سي حسن بن عبد الله، مخرج وممثل وعضو في نقابة الإخراج والتصوير. هو سي عز الدين قراب، عضو في النقابة العامة للثقافة والإعلام. يوسف الزياني، عضو النقابة الأساسية للمنتجين والتقنيين ومسؤول عن التشريع. مرحبا بكم سي يوسف. شندا معاك، يعني انتم اليوم عملتوا تحرك باسم نقابة عوان التلفزة وظلي مجموعة من النقابات مع بعضكم. شنو كان السبب نتاع التحرك هذا؟ السبب نتاع التحرك هذا الهجمة اللي قايمة بها على الحكومة على التلفزة التونسية. التلفزة التونسية والهجمة هذه نشوفوا أني تزامنت مع السونداج اللي خرج واللي يقولوا أنه التلفزة التونسية هي عندها أقوى نسبة مشاهدة وخاصة في الأخبار. احنا بعد 14 جانفي حاولنا ان تكون الاخبار مستقله، ما احناش راضيين كل الرضا، ولكن الاستقلاليه عن الحكومه مطلب كان كبير، وتجاوبوا صحفيين في قسم الاخبار ما ادى الى ارتفاع نسبه المشاهده. هذا غاض سيد البيجي قايد سبسي وارتأى ان يهاجم التلفزه التونسيه لاني ما مشيتش في النهج الإعلامي اللي متعود به هو في حكومة بورقيبة وحكومة بن علي، أن يكون دائما التلفزة الوطنية فوق دعاية للحكومة. هذه شيء مرفوض بعد ثورة 14 جانفي، لأنه التلفزة التونسية مرفق عمومي يعبر عن رأي الشعب وهو الضمانة الحقيقية للديمقراطية في تونس. هو توا مثلا معنا سي لطفي القائد السبسي من اللي جاء كان بالعكس يقول التلفزه تخدم على روحها واحنا ماناش نضغطوا عليكم، وكان ديما هكا حتى يستشهد قدام الصحفيين يقول لك لماذا، يعني شنو اللي صار؟ هل انه فما ضغوطات اليوم؟ فما ضغوطات، يحبوا التلفزه تكون مواليه للحكومه واحنا حاجه هذه نرفضوها. كيفاش الضغوطات هذه؟ كيفاش تتمظهر يعني؟ معناها ظهر كل شيء تاع الحكومه ما يحبوش معناها ظهر كل شيء شنو موجود على الساحه. فما برشا يعني هل ثم أمثلة مثلاً باش نستفهم أكثر على ضغوطات صارت في مواضيع معينة؟ أكبر دليل هو ملف الفساد في التلفزة، مثلاً ما تحلش يعاسكم فيه ثم تعطيه. أي سمعنا أنه ثم ناس وجوه قديمة اللي في فترة ما اختفيت وبدأت ترجع. ثم أشخاص ثم لكن في علاقة بشريط الأنباء مثلاً نتكلم عليه سي يوسري قبيلة، شنو مثلا؟ حتى شفنا ساعات فما حاجات هكا جيده، لكن ساعات تشوفوا حاجات سلبيه. تذكرنا بتقارير نتاع قبل 14 جانفي، يعني شنو اللي صاير بالضبط عندكم؟ مش واضحه احنا الصوره. شريط الانباء ماشي في مسار باهي وان شاء الله شوي بشوي نصلح شوي بشوي. فهمت. مش مره واحده نجم نصلح كل شيء، ماشي في مسار باهي ان شاء الله. انا باش نسالك يعني اذا تفسر لنا زاده، اذا ممكن ماشي في اختصاصك ولا المشكلة اللي صارت مؤخرا اللي ريناها الناس كل بين قائد السبسي وال وش اسمه المقدمة بتاع الأخبار، يعني فما ناس حتى وصلت تقول هذا والله فيلم، معناه إنه مسرحية وهم يحبوا يعملوا رياحهم. يعني أنتم كعوان تلفزة شنو تقولوا في علاقتكم؟ هي بالمناسبة صدفة كنت حاضرة، كنت تسجل كنت البث مباشرة. شنو اللي صار بالضبط؟ علاش نرفز عليها يعني هي بالذات؟ يبدو لي أنه فما نرفزة من عند سيد باجي، يبدو لي رأيي معناها ملاحظة برك في داخل الجلسة. أي. حتى وصل الموضوع رد الفعل كلنا شفناها كيفاش الكاس تاع الماء. هو ربما كان في حالة عصبية شوية، يمكن ما عجبوش السؤال، فما بعض الناس يقولوا لا سؤال ما حقوش. نقول فما ما فماش سؤال غبي، فما إجابات غبية. لا يوجد سؤال غبي. أي سؤال كان سؤالها هي؟ كان سؤالها اتذكر انه كان هي محاسبه كان كذا، فربما هو اغتاظ من المشروع ما هو ينجم يجاوب اكثر من مني انا في حالته النفسيه. فهمتي؟ اول مشرفين اللي معاه رئيس وزراء ومن غير مستشارين. لا هو عنده مستشارين اعلاميين. دونك المستشارين ما عرفش فماش تنسيق او ممنوع عليك تسالني سؤال، يعني هذه ممارسات ممنوع تسالني سؤال ما يعجبنيش. لا ممارسات قديمه. قديمه وتاسس الى دكتوره جديده. صحيح. دونك السؤال مهما كانت قيمته كان عفو. وكان سؤال منطقي صحفي عند الحق تسال حاجه. طبعا طبعا يعني ما سالتوش شنو تلبس ولا اكلك المفضل. هي سالت سؤال
على في فيما يخص الجلسة. أي. فيفترض كانت نجم كان نجم هو يقول لا ما جاوبش. كان نجم أي طريقة دبلوماسية. لا رد فعل متشنجة ذيك الناس خليت إنه تتصور ثم حاجة أخرى يعني كأنه فما مشكلة شخصية ولا مشكلة. ما نتصورش فما مشكلة شخصية لكن يبدو إنه التلفزة لأنه كي جاوب سيد رئيس الوزراء. قالها أنتوما أنت وجماعتك. يعني فما مؤسسة كاملة وراها. بالضبط. هي متمثلش شخصها وقتها. وقتها كانت ما كانش مثل شخصها. فهمتي؟ كانت مثل مؤسسة. غير من الوجوه الموجود كانت الوطنية الأولى. أي أنت يا سيد رئيس الوزراء أنت تخاطب في الوطنية الأولى وترافيا الوطنية الأولى أنت باش تخاطب شعبك. لا والمبهت معناه اللي هو يتعامل كان مع التلفزة الوطنية بشكل هذايا شفناه في إذاعات وفي تلفزة أخرين وكان يتحدث بشكل عادي يعني خالي من فرنسا وقت شفناه في مع الإعلام الرسمي. أي شنو ما ردوا يعني حسب رأيك؟ ما ردوا ما يخوفوا ماناش عارفين شنو. أوكي. ما اليوم انتم شنو مطالبكم سيوسري معناها اليوم بالضبط يعني شنو تطلبوا؟ مطالبنا ان الحكومه ترفع يدها على التلفزه التونسيه وان خليونا نخدموا هذا الشعب اللي قام بالثوره المفيده المباركه خلينا نخدموه بجميع امكانياتنا وان لا تتدخلوا في لكن ثم تو قبيلة قلتوا لي ثم معنى ضغط من الحكومة لكن يعني ثماش هكا حاجة شفتوها ملموسة اتصالات هاتفية من شخص في الحكومة يعني حاجة واضحة باش نستفهم يعني صار هذا؟ أما كيفاش تحسوهم الضغوطات هذوما يعني هذا بخلاف رد الفعل نتاع الوزير الأول اللي واضح مش عاجب المحتوى كيفاش حسيتوه معناها؟ حسينا أن التوجه نتاعو ديما لقنوات أخرى خاصة باهي ثم نقيت في البيان نتاع وين تلفزة النقابة أنه ثم هكا تلميحات أو تهديدات من وزارة الداخلية أو اتهامات خلينا نقولوا شنو بالضبط؟ في قنوات خاصة أنه السيد المسؤول الإعلامي في وزارة الداخلية يقول ما بالضبط ما نعرفش صفته بالضبط لكن يقول أنه ما معناه أنه التلفزة هي سبب في التحريض على المشاكل اللي تصير في البلاد. كيفاش انت مش حرضت ما نعرفش كيفاش هو استنتج الحكايه هذه نقول له راه التلفزه منذ 14 جانفي واحنا ما نحكي بمنطق الركوب على الثوره منذ 14 جانفي كان بابها محلول لجميع الشرائح السياسيه بدون استثناء وبدون انتقاء وبدون علمنا اصلا دخلوا الناس في التلفزه وقالوا عبروا على اللي يحبوا ومن وقتها بدات انطلقت خلينا نقول بن ظفرين الشفافيه في التلفزه التونسيه باعوانها في الوقت في الفتره اللي كانت فما كان غموض في السياسه الموجوده في البلاد كلها كان فما ما فماش تسيير الاعوان سيرت تلفزتها بيدها وحدها بكفاءاتها بطريقه مهنيه خلينا نقول على الاقل مرضيه وقتها ما كانش فما حتى تدخل وحتى ضغط لانه حتى واحد ما يعرف روحه مش يضغط لكن وقتها تبلورت بعض الحكومات خلينا نقول لانه مساله انك تبلور حكومه وتحب عندها خط اعلامي معين يا سيدي انت عندك خطك اعلامي عندك الناطق الاعلامي بيه انت عامل خطك احنا التلفزه تاع الشعب احنا تلفزيون بيبليك دونك التلفزه هذه اللي هي للعموم مرفق عمومي ما تطالبنيش يا اخي انا باش نمارس او باش نعمل بروباغندا لسياستك الخاصه عندك وسائلك الاخرى دغير الحكومه لما ارادت تعمل بروباغندا مشات الجزيره يعني يعطي رئيس الوزراء اكسكلوزيفيتي للجزيره فهمتني ويسيب المرفق العمومي اللي هو التلفزه الوطنيه وما يعطي حتى معلومه على ذكر المرفق العمومي فهم في البيان نتاع التلفزه اشاره الى انه هكا نوع من التلميح او التهديد المبطن انه ممكن هذاك معلوم اللي يخلصوا المواطن في الفاتوره نتاع الضوء يتقص يعني اللي هو اللي هو جزء كبير تمويل للتلفزه شنو هي الحكايه البيان هذا مش صحيح لان ما ينجمش يكون قانون فيه لان ديما المعلومه خاصه للوطنيه مش خاصه لا هو البيان يتحدث على فما صارت اشاره وانا حسب ما فهمت في موقع انترنت مش لازم نسميه انه صار فما تلميح للمساله هذه يعني
يعني كيفاش تقراوا انتم يعني تتراوا جديه حسابيه تشوف اي تلفزيون بوبليك في فرنسا في المانيا في العالم كله المواطن يدفع ضريبه خاصه التلفزيون العمومي ما فوق العمومي